أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يسترجع إلا بعد 6 أشهر، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ إن كانت هذه المرأة في لا تزال في العدة، إن كانت حاملا ولم تضع حملها بعد وراجعها قبل وضع الحمل وطلاقه أقل من 3، فهذه الرجعة صحيحة لأنها ما تزال في العدة. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إن كانت غير حامل، إذا كانت غير حامل فهذه فيها تفصيل: إن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض، 3 حيض بعدها لا تحل له إلا بعقد جديد إذا كان لم يستوفي عدد الطلاق 3. وإن كانت لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها 3 أشهر. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما إن كانت تحيض ولكن حيضها غير منتظم أو يتأخر فهذه لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم.